السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا في مادة نظام القانون للتاجر. وسنرى في حصتنا هذه اليوم إحدى حالات متعلقة بحق الإعلام، واللي كيجي من اثار ديالران بالنسبه للدائنين المرتهنين. اذا حاله اقامه مالك المحل التجاري دعوه فسخ عقد الكراء، دعوه ديال فسخ عقد الكراء، وهي حاله من احدى الحالات ديال حق الاعلام التي تترتب عن اثار الران بالنسبه للدائنين المرتهنين. وقد قلنا أن بالنسبة لران المرتهنين فتتمثل عندما يكتسب الدائن المرتهن مجموعة من الحقوق التي تسمح له باقتضاء دينه بالأفضلية على باقي الدائنين، ويتتبع دينه في أي يد وصل إليها، كما تخول له حقوقه التي تتعلق بالإعلام، وكذا حق التنفيذ على الأصل إذا لم يقتضي دينه. ويبقى حق الإعلام بالنظر إلى أن الأصل التجاري المرهون يظل في حيازة المدين الراهن، فقد حرص المشرع على ضمان حق الدائن المرتهن في الإعلام ومعرفة كل التغييرات التي يمكن أن ترد على الأصل التجاري، والتي من شأنها المساس بالضمان الذي يوفره الدائن المرتهن. وتتمثل أهم حالات الإعلام التي نص عليها القانون سبعة حالات، وإحداهما هذه الحالة ديال إقامة مالك المحل التجاري ديال دعوة فسخ عقد الكراء. وقد شفنا في الحصة السابقة حالات نقل مقر الأصل التجاري. إذا حالة إقامة مالك المحل التجاري دعوة فسخ الكراء، حيث إنه إذا أقام المالك دعوى يفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري المثقل بالتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم، وعندئذ لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها بالفسخ إلا بعد 30 يوما من هذا التبليغ. ونفس الشيء قرر المشرع بالنسبة للفسخ الرضائي للكراء الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد 30 يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم. وهذا كيتبين طبيعة الحال في المادة 112 من مدونة التجارة. والغاية من إعلام مكر العقار للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هو أن يتمكن هذا الأخير من الدفاع عن حقوقه والمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي ستتأثر بهذا الفسخ، وذلك إما بتحقيق الرن أو التدخل في مسطرة الفسخ كعرض أداء واجبات الكراء. وفي حالة إخلال المكري بواجب الإعلام قامت مسؤوليته التقصيرية، والتزم بتعويض الدائن عن الأضرار التي يمكن أن تلحق به من جراء فسخ عقد هذا الكراء. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام العرض.
أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين المشاركين المحتملين الجدد، وأدعوكم للاشتراك بقناة يوتيوب جعفر تغذري والعودة إليها في حالة رغبة في إعادة الحصة، ولا يبقى لي إلا أن أودعكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، بالله التوفيق والنجاح.